أرحب بكم من جديد في هذه التغطية المستمرة التي نناقش فيها تأثيرات الصراع السياسي على المؤسسات السيادية في ليبيا، دور هذه المؤسسات في الأزمة السياسية وتحولها لكيانات موازية للدولة فعليا وليست تابعة لها بحسب الكثيرين، ونسأل هل هي تغول على الدولة أم ضحيتها؟ نتابع. موجب القرار 1970 المعني بليبيا، أعطي الكلمة للسيدة ستيفاني خوري. خلال إحاطتها الدورية الثانية أمام مجلس الأمن، قالت القائمة بأعمال رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا ستيفاني خوري إن محاولة تغيير الكبير سببه انطباع بأن المركزي ييسر الإنفاق لشرق ليبيا دون غربها، وأردفت أن الأوضاع في ليبيا تدهورت بسرعة خلال الشهرين الأخيرين بعد محاولات عزل محافظ مصرف ليبيا المركزي الصديق الكبير وقبل ذلك رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد دبيبة. ولم تكن هذه التصريحات سوى تأكيد لوضعية غريبة تمر بها ليبيا، فالمؤسسات السيادية الأهم في ليبيا وهي المصرف المركزي والمؤسسة الوطنية للنفط وهيئة الاستثمار الخارجي اكتسبت وضعا خاصا في أيام الانقسام السياسي، ورغم أنها تركت على الهامش مؤقتا ريثما ينتهي النزاع لكنها عادت بعد الصخيرات بشكل مختلف. فمن أجل تحصين هذه المؤسسات في الفترة الانتقالية تم منح هذه المؤسسات وضعية خاصة سمحت لها أن تكون تابعة للحكومة ومناظرة لها في نفس الوقت، إذ لم يحدث في اتفاق سياسي محلي أن يتم ذكر مؤسسات بعينها في الدولة ضمن ملاحق الاتفاق كما حدث في اتفاقية صخيرات، لدرجة أن يتم النقاش المرير على أحقية تسمية شاغليها لدرجة اشتراط التوافق بين الترويكا الرئاسي والنواب والدولة عادة لمجرد منصب سيادي حتى في مؤسسة مثل النفط تابعة لمجلس الوزراء، كما حدث من صفقة تسوية بين الفاعلين لاستبدال رئيسها صنع الله بابن قدارة يومها. وفيما يخص المصرف المركزي ووضعية الصديق الكبير المتهم باختزال المصرف في ذاته وفريقه وكيف نجح في الاستمرار وسط تقلبات سياسية سهلت له فرصة الانفصال عن الدولة ليكون موازياً لها عملياً بدلا من كون المصرف وغيره من هذه المؤسسات مجرد شركات إدارية ضمن كادر الدولة، فتحققت استقلاليتها بسبب الانقسام وبسبب الاتفاق السياسي الذي منحها مكانة خاصة ليحصنها من الصراع السياسي، فتحولت لغول في وسط الدولة. ونتيجة لذلك حدث أن استغلت هذه المؤسسات السيادية وقيادتها للتشكيلات المسلحة أو استغلال الدولة والحكومات لهذه التشكيلات بتعدد أسمائها للتأثير في هذه المؤسسات، وفي الحالتين تم تعزيز موقعها كدولة وسط الدولة. اسمحوا لي أن أرحب بضيوفي الذين سيلتحقون بي في هذه المساحة، فيصل برايقة محلل السياسي، دكتور عبد المجيد معيوف مستشار سابق للمؤسسة الوطنية للنفط، أيضا دكتور عبد الباسط المصراتي الأكاديمي والمحلل السياسي، وسالم بخزام الكاتب الصحفي. أشكركم ضيوف الكرام على تواجدكم في هذه المساحة. أبدأ معك دكتور عبد الباسط المصراتي. المؤسسات السيادية يشير البعض إلى أن وضعيتها الحالية هي يعني نتيجة لأسباب وجودها وأنها وضعت بشكل مناسب للنظام السابق لأنه يعني كان لا يريد تحمل مسؤولية تعاقداتها بشكل مباشر من خلال فصلها عن الدولة، فترك لها هامش حرية تحول لاحقا لسبب في استقلاليتها وصراعها مع الدولة أو الحكومة. هل توافق على هذا التقييم؟ أهلا وسهلا بك أستاذة إيمان، أحييك وأحيي ضيوفك الكرام وكذلك متابعين ومشاهدين مشاهدات قناة الوسط القضائية. لا أعتقد الموضوع أبعد من ذلك، هي تحولت السيادة من المؤسسات السيادية إلى الشخوص الذين يديرون اللعبة مع المجتمع الدولي والمجتمع الإقليمي وفق المصالح البينية المشتركة، ورأينا ما حصل عند الصديق عبد الكبير أو الصديق الكبير عندما أصبح مرتمي في أحضان السفير الأمريكي وكذلك السفير الإنجليزي، وهذه معطيات اللعبة كل يتمترس على القوة والنفوذ، وأصبح المجتمع الدولي حتى في الإحاطة التي استمعنا إليها اليوم هي إحاطة بينية بين ردة الفعل والفعل، وهي لعبة المصالح بين المجتمع الدولي وكذلك الإقليمي. من هنا
نرى أن الفوارق، نرى أن هناك الانقسامات بين الترويكا سواء على مستوى الدولة أو الترويكا الثلاثية للمجلس الرئاسي. أتمنى هذه الخطوة اتخذت على جميع هذه المؤسسات ومن يديرون أو على رأس هذه المؤسسات، ويتم رفع حالة الطوارئ بالبلد وإنهاء هذه الأجسام التي أصبحت هي من تدير لعبة الإشكال ولعبة الإسفاف السياسي، وكذلك المغالطات سواء على الشأن الإقليمي أو الشأن الدولي في مؤسسات الدولة. لا نقول تغول، وأنها أصبحت عندما نطلق ميليشيا مسلحة، هذه هي ميليشيا التي تدور حول نفسها من الوضع السياسي، وهي تسمى بالميليشيا السياسية أو أصحاب الفساد السياسي أو الإسفاف السياسي أو التدليس السياسي، حتى أن لم يعترف بقانون القضاء عندما ألغى الضريبة على النقد الأجنبي، يعني لم يدعن ولم يجنح إلى قانون وتنفيذ القضاء. ما بعد ذلك إسفاف؟ يعني أي دولة تحترم بهؤلاء الشخص؟ الدولة ثابتة، مؤسساتها ثابتة، الهيكلية الإدارية وكذلك السيادية والسياسية ثابتة، ليس لها علاقة بالنظام السابق، وإنما أخذت هذا المنهج للقوة والنفوذ من أجل البقاء وإدارة اللعبة والمطبع السياسي والشأن السياسي مع مصالح الدول الإقليمية، أصحاب السيادة والنفوذ والوصايا على ليبيا، لأن ليبيا أصبحت فريضة شرعية يمتلكها الصديق. طيب، هذه جزئية مهمة حضرتك أشرت إليها سأذهب بها، اسمح لي دكتور عبد الباسط، أشرك ضيفي سالم بوخزام. فكرة أو استراتيجية تحصين هذه المؤسسات في الفترة الانتقالية ربما ساهمت في خلق الوضعية الخاصة التي سمحت لهذه المؤسسات أن تكون تابعة للحكومة ومناظرة لها في نفس الوقت، بمعنى أن الحكومة باتت بحاجة لدعم هذه المؤسسات بدلا من العكس. كيف يعني أثر هذا على المسار السياسي بالنظر إلى أهمية التمويل لكل الأطراف السياسية اليوم؟ نعم، أحييك سيدتي الفاضلة كما أحيي كل ضيوفك الأكارم في قناة الوسط المحترمة. أظن أن يعني ما جرى انعكس بشكل واضح على الدولة الليبية، وفي الحقيقة يعني المجلس الرئاسي بكل صدق وصراحة يعني هو يعاب على الاتفاق السياسي في الأساس. الاتفاق السياسي في الأساس هو الذي يعني ميع بعض الأمور، ويعني جعل هذا الموضوع ليس من اختصاص المجلس الرئاسي، وبالتالي يعني أصدر قرارات يعني إن بالعودة أو بالاتكاء على مجلس النواب، وأعتقد أن هذا هو غير صحيح. أنا أريد سيدتي الفاضلة أن أستشهد بخطاب السيد موسى الكوني الذي تحدث منذ حوالي 4 أو 5 أيام وقال بالحرف الواحد إننا في مؤسسات كلها ضعيفة، والمجلس الرئاسي يعني الذي يقاد بثلاثة رؤوس في الحقيقة ليس له من قرار على وجه الإطلاق، يعني كل حمل كل الأجسام السياسية في ليبيا مسؤولية ما جرى، الكل مسؤول والكل الحقيقة يساهم في تشظي ليبيا وفي انقسامها وفي زيادة الفرقة، وآخرها ما جرى لمصرف ليبيا المركزي. أنا أريد أن أقول بأن يعني الاتفاق السياسي قد أوجد أجسام مجلس الدولة ومجلس النواب وحكومة الوحدة الوطنية والمجلس الرئاسي، وكل هذه الأجسام كلا يتخذ في قرارات في اتجاه الآخر، ويريد أن يثبت أنه هو يعني كأنه المحرك الوحيد ولا يقوم على التوافق، وبالتالي يعني هذه القرارات أو هذه الإجراءات أضعفت كل الأجهزة، كل الأجهزة في ليبيا أصبحت ضعيفة وأصبحت يعني واهلة وأصبحت لا تستطيع أن تتصدى إلى قرارات يعني بشكل حقيقي وبشكل والملفت مطلع. والملفت أن الجميع يستند إلى نفس الاتفاق السياسي، يعني كل الأطراف اللي حضرتك ذكرتهم يعني يستندون للاتفاق السياسي لدعم موقفهم. بالتأكيد يعني الكل يستند إلى الاتفاق السياسي، ولكنه ينهش من هذا الاتفاق السياسي ويجعله ضعيفا، وتحول الموضوع إلى نطاح الكباش أو كسر العظم، كل طرف يريد أن يتقوى على الطرف الآخر، وبالتالي نحن ندفع الثمن. المواطن الليبي يعيش يعني حياة يعني ضنكة وحياة تعبانة جدا،
ويعني حياة فقيرة بكل أسف وكل صراحة. هذا ما أوصلنا إليه المسؤولين. اليوم ليبيا حتى في المجتمع الدولي وحتى عند الأمم المتحدة الكل لا يحترم هذه الإرادة وهذا الوهن الغريب الذي تمر به كافة الأجسام الليبية، بينما يعني الكل يحاول أن يستمع أو يتصنت أو ينتظر تغريدة من مسؤول أمريكي أو بريطاني. حتى البريطانيين أنفسهم اليوم كما نعلم يعني موجودين داخل مصرف ليبيا المركزي مع الصديق الكبير، يعني يتبوؤون وظيفة مستشار، وكأن ليبيا يعني قد غلبت حتى في مستشار أن يكون ليبي أصيل متعلم محترم هناك من الخبرات والقدرات الليبية التي تستطيع أن تكون في المصرف المركزي، بينما يديرها أحد الإنجليز يدل على تنفذ يعني المسار الأجنبي في أهم وأخطر المؤسسات الليبية ألا وهي المصرف المركزي. فأنا أعتقد أن يعني هذه القرارات سوف لن تساوي حتى الحبر الذي كتبت به، وهذه الأجسام التي قادت بعضها إلى الضعف وإلى الوهن وإلى الانزلاق إلى حواف خطيرة سيكون الصديق الكبير هو القاطرة الأمامية التي تدهس الجميع، لأنه يعني متمترس ومتمسك في مكانه. وحتى اليوم يعني تقريبا أو بالأمس اجتمع مع يعني الإدارات المختصة في مصرف ليبيا المركزي وكأن شيئا لم يحدث، وبالتالي ستستمر الأوضاع بهذا الشكل المؤسف جدا الذي انعكس على الحالة الليبية المتردية. اليوم سيدتي، نعم اسمح لي أذهب لسيد فيصل بورايقة. يعني لم يحدث في اتفاق سياسي محلي أن يتم ذكر مؤسسات بعينها في الدولة ضمن ملاحق الاتفاق، أو أن يتم النقاش المرير على أحقية تسمية شاغليها لدرجة التوافق بين الترويكا لمجرد منصب سيادي. هل ترى أن هذا التمييز أو العزل الإيجابي إن صح التعبير لهذه المؤسسات كان ضروريا بالفعل، أم أنه يعني يحقق مصالح الرعاة الخارجيين ومصالحهم أيضا؟ نعم مساء الخير. بداية أنا أحييك وأحيي القناة وكذلك أحيي الضيوف المتابعين الأكارم. الوضع بصفة عامة الحقيقة ومرحلة التأمين التي بلغت أعتقد ذروتها ظهر اليوم، وعقب أيضا إحاطة مجلس الأمن للسيدة خوري وأيضا الأعضاء في مجلس الأمن التي اعتبرت كحالة توصيف للحالة الليبية بصفة عامة. وللأسف أن بعض أطراف مجلس الأمن ربما المخالفين أكثر في هذه الحالة الليبية، ويكاد يكون تدخلهم السبب في هذه الحالة الليبية هو من أزم الموقف. كل هذا يلقي بدلالة على المرحلة القادمة وكتابة المرحلة القادمة عقب بيان هيئة الرئاسة في مجلس النواب مساء اليوم، والتي حملت المجلس الرئاسي مآلات وتداعيات ما تحدثت به السيدة ستيفاني خوري، وألمحت عن غير قصد بأن قد يكون أحد أسباب التصعيد هو الصرف على الشرط الليبي الذي حقت في الحالة الليبية. وتصور بأن هذا البيان الذي تناولته مصادر إعلامية توصف بالممتازة والرصينة بأن هذا هو تصعيد خطير، بأن يذهب الأمر إلى إقفال الحقول النفطية والعودة للمربع الأول، وأن لا يفتح هذا الباب إلا عقب إنتاج وثيقة للتوافق السياسي الجديد ينتج عنه مجلس رئاسي وحكومة، وتوزيع الثروات من بين الليبيين جميعا من خلال المحافظات أو الأقاليم، وبالتالي عملية تمهيدية لعملية الانتخابات القادمة. طيب أتصور بأن العبث الذي حصل من السيد من السادة الموجودين في المجلس الرئاسي، وأيضا لا أستثني الحكومات بصفة عامة سابقا وحاليا، بأن أوصلت البلاد إلى حالة ما يعرف بحالة الانكشاف الاستراتيجي. يعني عملية الاستدعاء الأجنبي والاستقطاب الأجنبي، هنا تحدث عن السيد نورلاند وجيرمي بريدنت وأيضا سفير المملكة المتحدة، وهما الطرفان الداعمان للمؤسسة المالية الليبية والتي الليبيين عادة استقوا بها، وأزمت الحالة الليبية وجعلتها تشابه تماما الوضع في لبنان. كل هذا يحتاج إلى توافق وإعداد خريطة شاملة يتوافق حولها الليبيين، وأن يحتفي الهبوط الآمن ما يعرف بالسوفت لاندنج، نتفق فيه جميعا بأن خلافاتنا لا تتجاوز الأمن القومي الليبي، وأن يحدث خلاف تحت منظمة الأمن القومي الليبي، وأن يتم الاختراق
للأسف عملية الاختراق تواصل في النقاع هي جراء عدم معرفة وحنكة وخبرة وجرأة المسؤول الليبي التي وضعته بين قوسين في أحضان أو ما يعرف بالدارج في كتر المسؤول الأجنبي الذي أوصل البلاد إلى حالة الارتهان الخارجي للأسف. نعم. طيب أذهب التحق بنا ورحب بدكتور خالد الكاديكي المستشار وخبير استراتيجي في التنمية الاقتصادية. دكتور، يعني قضية عدم وجود مجلس إدارة في البنك المركزي والوضعية الخاصة بالصديق الكبير وكيف وصل إلى اختزال المصرف في ذاته وفريقه من جهة، وكيف أيضا استطاع تجنب العواصف السياسية ليستمر كل هذه السنوات وسط تقلبات سياسية، هل هذا بسبب الظرف السياسي المحلي والخارجي أم هي قدرات لدى السيد الصديق الكبير بالذات؟ مساء الخير عليكم جميعا، تحياتي لكل المستمعين لكم في هذا المساء. طيب طبعا الحقيقة المشهد السياسي والمشهد الاقتصادي في ليبيا صعب جدا ومعقد، بما تدار بالمورد الاقتصادي الوحيد اللي هو الريع النفط وحصول إيرادات ومتجمعات مصرف ليبيا المركزي. طبعا صديق كبير يتميز بمنظومة سيطرت على مصرف ليبيا المركزي من 2011 وحتى هذه اللحظة مع الكثير من الآليات لإقالته، ولكن استمر باستخدام القوة الضاربة للاقتصاد الليبي والسيطرة على كل المقدرات والتحكم في كل الإمكانيات الموجودة في الإمكانيات الاقتصادية الموجودة في ليبيا من خلال دعم الأنشطة لاستمرار وجوده في مركز محافظة مصر ليبيا المركزي. طبعا انت تعلمين من المحاولات التي كل فيها الآن محمد شكري، هو كان في محاولة للمجلس النواب في 2017 او 16 تقريبا لإقالة صديق الكبير، ووضع خطة انتخابية وجاء على رأسها محمد شكري، ولم تتم هذه العملية واستمر في ممارسة مهامه مع خلق محافظ المنطقة الشرقية كان الأستاذ علي حبري، ولكن تم التعامل والسيطرة على مصرف ليبيا المركزي الذي يتحكم به بطريقة وآليات وسلطة ودعم خارجي خلاه مستمر حتى هذه اللحظة، ويصعب يعني أنك أنت تقيل من مكانه في ظل وجود هذه السياسات التي زرعها بشكل كبير جدا وبعض الاستثمارات اللي فتحها في مصرف ليبيا المركزي مع الجهات الخارجية، أمدت عمره في وجوده في محافظ مصرف ليبيا المركزي. نحن شاهدنا انقلابات كثيرة جدا في 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 المراكز السيادية بقبلها يعني مؤسسة النفط من صنع الله إلى الآن اللي موجود على المؤسسة، ولكن لم يتم إقالة صديق الكبير لأن يختلف هذه السياسة اللي موجودة في مصرف ليبيا المركزي. وأنا نوهت أن الدعم الخارجي هو دعم كبير جدا لصديق الكبير، ويحتاج الأمر إلى قوة نافذة وسيطرة وتوحيد البلاد تحت حكومة واحدة تستطيع هي فرض سيطرتها على المؤسسات السيادية بما فيهم المؤسسات الأخرى، ويجب البرلمان أن يتجه إلى توحيد البلاد من خلال الحكومة، وكذلك لابد أن يتم إعادة انتخاب المؤسسات السيادية التي هي من شأنها أو تتبع الجهة التشريعية حسب القانون والموضوع الآن في ليبيا أو تحت الإعلان الدستوري، وهذا النظام الموجود حاليا في غياب دستور وفي غياب قوانين وفي غياب سلطة واحدة. نحن نشاهد الآن، وأنا تكلمت في حلقة سابقة قلت تغير سياسي كبير جدا أثر على المشهد الليبي بشكل كبير جدا، وحتى الآن الإحاطة للمجلس الأمن يعني التمست بشكل كبير ما يحدث في ليبيا من انقسامات كبيرة للمؤسسات وتداعيات كبيرة جدا في على الساحة، مما أثر حتى على الاقتصاد والمواطن وعدم وجود وضع استقرار مالي وسياسي بسبب صراع على السلطة. نعم. طبعا نحتاج الآن، ما عندناش إلا حل وحيد ويخرجنا من هذا المأزق هو توافق ما بين المجلس النواب والمجلس الاستشاري
مجلس الأعلى للدولة في خلق حكومة تذهب إلى الانتخابات وإنشاء حكومة يكون متوافق عليها. وأنا في ظل هذه الظروف والتلاعب بهذه الأوراق وكذلك اللعب بورقة النفط، هذه بصراحة تشكل خطر كبير جدا علي. فأنا أعتقد أن من رأيي الشخصي ومن رأيي خلال خبرتي ما مرت في ليبيا من تجربة 2011 وحتى الآن والتداعيات الموجودة، هو أن لابد من السيطرة والاستقلالية في إدارة الحكومة الليبية، ويجب على الدولة الليبية من خلال الآن انقسامات الموجودة هي وحدة الضغط. نحن خمسة زي طيب خمسة. سنأتي على ذكر الحلول. اسمح لي دكتور أشرق، ضيفي وباقي ضيوفي حقهم، ابقى معي دكتور خالد. أذهب لدكتور عبد الباسط المصراتي، يعني كيف استطاع الصديق الكبير أن يوطد سلطة ويدير المصرف بشكل مستقل وسط هذه التغيرات السياسية المستمرة؟ يعني هل تعكس هذه الحالة ضعف النظام السياسي أم قوة نفوذ الأفراد داخل المؤسسات السيادية؟ لا أبدا، كل اللي يتصدرون المشهد السياسي سواء تشريعي أو تنفيذي هم بيادق لدول بعينها، يعني سواء إقليمية أم هي دولية. ما عندنا هذه الفطاحلة، يعني حتى ما رأيناه من مصرف ليبيا المركزي وما رأيناه من البرلمان من الحكومات المتعاقبة الثمانية من المبعوثين، الإحاطات موجودة. يعني هؤلاء ناس لا ينامون يعني ولا يخجلون من هؤلاء عندما يريدوا تشخيص الواقع أو الحال الليبي على الجانب الاقتصادي أو الجانب الاجتماعي. عندما قفل الآن حقل الشرارة، من استطاع أن يدير حقل الشرارة أو يأمر بفتحه؟ هناك قوة وراءها، نقود وراءها، مجتمع دولي وكذلك إقليمي، وهي هم من يقومون بالاستشارات وهم من يضعون الحلول كيفما يرونها مع هؤلاء الأشخاص. اللعبة ليست محلية يا سادة يا كرام، يعني مجلس نواب من 2014 مجلس أعلن الدولة يعني تم انتهاكه وتم الدخول إليه بقوة، قضى في 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 ناحية وهؤلاء يغردون في ناحية أخرى، اقتصاد منهار، معاناة الدينار الليبي في الحضيض، وضعنا الاقتصادي حتى مع دول الجوار. الشعب الليبي يتألم من من؟ من من؟ من الذي أدى بنا إلى هؤلاء؟ من الذي أتى بالمجتمع الدولي حتى يتدخل في سياستنا حتى على المستوى الاجتماعي؟ ليس من يدرون اللعبة السياسية. نحن وكاد قلنا أن مصرف ليبيا المركزي خارج نطاق ليبيا، لأن الصديق عبد الكبير أصبح يمتلك فيه الشهادة العقارية أو الفريضة الشرعية كالأريد أو الوريد الوحيد عن الليبيين، وهذه هي الحقيقة. ما رأيناه من طوابير على السيولة من قفل المنظومة أول أمس عندما تم القبض على من يدير التقنية والمعلومات بالمصرف وسموا ذلك باختطاف، هو امبارح نائم في مصرف ليبيا المركز. اليوم المستشارين الإنجليز لديه في مصرف ليبيا المركز، يعني غريبة جدا يعني ونتعسف. نحن بلدنا مستباح بهؤلاء، منهم من يتبع الشرق، منهم من يتبع الغرب، منهم من يتبع الإمارات، السعودية، مصر. هذه هي الحقيقة، تشخيص الواقع الليبي حتى في التناول الإعلامي والتحليل الإعلامي السياسي لا نستطيع أن نقرأ القراءة الصحيحة التي تنتج وتثمر لنا واقع ولو نلامسه أو نصور أو نسوق له. أصبحنا نحن نسعى وراء الدعاية. ما قالته ستيفاني خوري اليوم هذا ما قالوه المبعوثون السابقون. هل هناك تغير في الوضع العام؟ أبدا، الكل يبحث عن نفسه والكل متمترس وراء القوة والنفوذ. ما لم تكن إقليمية فهي دولية، المجتمع الدولي يبحث عن المصالح بهؤلاء البدايدق ولو تعطلت مؤسسات الدولة كاملة. من رأيناه تحدث عن الدستور أو هيئة صياغة الدستور الدفع إلى الانتخابات؟ من تكلم أبدا من 2014 إلى 2000
هو ال 24 الان، سواء مجلس اعلى للدوله سواء مجلس رئاسه، عندما يتخذ قرار من اتوا بتوافق يطعنون في بعضهم ويتشابكون ويتناطحون فوق هذه حلبة الملاكمة، ولم نرى خاسرا ولا مهزوم، هم لازالوا باقون ويدرون اللعب. يبقى الأمور ليست بأيديهم، هؤلاء البيادق لا يصنعون دولة ولا يصنعون استقرار لدولة، وهؤلاء البيادق لو صنعوا ليبيا لكانوا هم على 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 عتبتها، وكانوا هم من يتصدرون مشاهدها. طيب في هذه الجزئية دخلوا على النائب العام، دخلوا في كل مؤسسات الدولة يا سادة. طيب بالحديث عن الدور الغربي دكتور عبد الباسط، سأذهب لسيد سالم، يعني بخصوص الدور الغربي في تعزيز استقلالية ويعني تمرد إن صح التعبير هذه المؤسسات، حيث يتم التعامل معها كمؤسسات شبه مستقلة ومنحها مكانة موازية للدولة أحيانا وربطها بالشركات الكبرى التابعة لكل دولة، وبالتالي يبدو أن هذه الوضعية مناسبة للشركات الغربية ودولها أكثر من يعني التعامل مع حكومة فقط. هل استفاد الغرب أو خطط للاستفادة برأيك من هذه الوضعية؟ بالطبع بالطبع، الغرب خطط تماما للاستفادة من هذه الوضعية وأدار اللعبة بشكل دقيق وشكل صحيح، ويعني علينا أن نستشهد حتى اليوم بكلمة المندوب الدائم لليبيا في الأمم المتحدة، يعني عندما قال إن استمعنا إلى إحاطة السيدة ستيفاني خوري، وهي يعني إحاطة يعني لا شيء جديد فيها، هي وصفت الحالة الليبية وكلنا يعرف هذه الحالة، وقدمت يعني بعض العبارات من هنا وهناك التي لا تسمن ولا تغني من جوع. فتطرق السيد مندوب ليبيا في الأمم المتحدة وقال ماذا بشأن ليبيا، ماذا بشأن يعني الأمم المتحدة، ماذا بشأن المجتمع الدولي أن يفعل بليبيا؟ يعني لابد إذا أردنا أن نخرج ليبيا من 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 هذه المأساة التي تحدث عنها أنا وكل الزملاء، يعني كلنا يصب في نفس القالب أن في ليبيا مأساة حقيقية، فنحن نريد اتفاق للمجتمع الدولي، ويبدو أن هذا الاتفاق بعيد المنال وسوف لن يتحقق في القريب العاجل، لأننا ننظر إلى ليبيا يعني باعتبارها مشكلة كبيرة وتلامس يعني كل الليبيين، ولكن في الحقيقة المجتمع الدولي لا يأبه بهذه الوضعية ومهتم بمشاكل دولية كثيرة، يعني نعرف المشاكل الدولية اليوم في كل العالم، وليبيا تأتي في آخر اهتمامات المجتمع الدولي. بالإضافة إلى ذلك يعني إذا كانت يعني الملف الليبي هو بحوزة الولايات المتحدة الأمريكية وهي المسيطرة على الملف الليبي وتديره يعني تحركه بشكل إقليمي وبشكل دولي كما تشاء، فالولايات المتحدة الأمريكية لعلها اليوم يعني ينصب تفكيرها وإجراءاتها على الانتخابات التي ستعقد في شهر نوفمبر، فكل الأمور بصراحة تسير عكس يعني رغباتنا وعكس طموحاتنا وعكس يعني اهتمامات الشعب الليبي. هذه الأجسام السياسية بصراحة أصبحت هشة وأصبحت ضعيفة، وجاء الوقت لينزل الكل من القطار، ويعني لابد أن تتبدل في الأمور. أنا بصراحة أريد أن أذهب إلى يعني حكومة الوحدة الوطنية وما يعني تديره من تصرفات بصراحة يعني بطريقة ذكية وبدون بصمات، يعني تلامس مجلس الدولة وتلامس يعني المجلس الرئاسي، لأن يعني هاتين الأداتين هما يعني ما تستخدمهم حكومة الوحدة الوطنية في زيادة الأغلال على ليبيا، وقد اتجهت الآن إلى مصرف ليبيا المركزي بعد أن تجاوز مصرف ليبيا المركزي حكومة الوحدة الوطنية وأصبح يصرف الأموال إلى الحكومة في شرق الوطن، الحكومة الليبية. طيب كانت الأموال تصرف إلى عبد الحميد دبيبة الذي صرف وجرف أقول يعني مئات المليارات من الدولارات، ويعني كان السيد الصديق الكبير يعيش في بحبوحة إزاء هذه الوضع وخلف حكومة الوحدة الوطنية. اليوم استيقظت حكومة الوحدة الوطنية واستيقظ المجلس الرئاسي وباتوا جميعا هم مضادين للسيد الصديق الكبير الذي أقول أنه يجيد يعني اللعب فوق أرض صلبة ويتحكم في هذه الظروف الكثيرة، لأنه أدرك أن بما لا يدع مجال للشك أن المجلس الرئاسي ضعيف
لعلي سلطت الأضواء على خطاب السيد موسى الكوني. نعم. وحكومة الوحدة الوطنية مهترئة الآن، ولا يمكن للدولة الليبية أن تنهض وأن تقوم ما لم تكن هناك حكومة تنفيذية قوية تسيطر على كامل التراب الليبي. إذا كانت هناك حكومة ليبية واحدة موحدة تسيطر على كامل التراب الليبي وتدعم لوجستيا حقيقة المفوضية العليا للانتخابات لنذهب جميعا إلى مسألة الانتخابات ويتخلص الشعب الليبي بالصوت الانتخابي المحترم الذي يجب عليه، وقد حان الوقت وجاء الوقت ليقول كلمته عبر ببطاقاته عبر طيب. بطاقاته الانتخابية سيدتي الفاضلة. نعم. طيب اسمح لي أن أعود لصلب موضوعنا وهو المؤسسات السيادية. أذهب معك سيد فيصل بورايقة، يعني هذه المؤسسات انخرط بعضها خاصة المصرف المركزي في توظيف قدرة القرار أو التمويل على نسج يعني تحالفات خاصة بهم مالية وعسكرية عبر التشكيلات المسلحة، ولكن يعني نلاحظ أن الدولة باتت تستخدم التشكيلات ضد هذه المؤسسات، يعني سواء بالالتحام أو يعني مطاردة المدراء فيها، أو أن هذه المؤسسات تؤلب هي الأخرى التشكيلات المسلحة ضد الحكومة في الحالتين. يعني هل يكفي تغيير قيادة مؤسسة ما لي يعني تعديل الهيكلية المرتبكة أساسا في الوقت الراهن؟ لا أتصور حقيقة، لأن الخلل هو خلل في إعادة هيكلة المؤسسات الأمنية، أو بالمعنى الأصح بإعادة هيكلة الدولة بالكامل. يعني منذ 13 عام هي مراحل انتقالية تقوضت فيها المناصب وتضاف الهياكل وتغلص طبقا للمرحلة الانتقالية للحكومة. يعني تدخل هيكلة المؤسسات و تقليصها وزيادة عددها طبقا للمحاصصة وطبقا للفرضيات حتى يتم تمرير الحكومة. إذا لم يكن هناك نظام إداري للمؤسسات السيادية الخاصة العليا أو بمنظومة الأمن القومي بشكل واضح وصريح، وبالتالي سرعان ما يتم إنتاج وتبرعم وتكاثر الفطر من المؤسسات من دعم الاستقرار من الردع من قوة حماية الانتخابات من حفظ الدستور وسمي ما شئت من مؤسسات ما أنزل فيها الله السلطان. إذا هذه المؤسسات تم توظيفها لصالح مآرب شخصية وضخ الأموال، ولعل السيد عبد الحميد الزيبة هو ساهم، وأيضا السيد السراج في عهدته الأخيرة ساهم أيضا في إنتاج بعض المؤسسات توصف بأنها أمنية، ولكن الحقيقة لم تكن هناك عقيدة أمنية ولا عقيدة وطنية يتم تأسيس بناء عليها هذه المتطلبات. إذا ما حصل ما بعد ثورة فبراير هي ضرر كبير حصل في منظومة وزارة الداخلية وهي الشرطة المدنية، حصل ضرر في جهاز الأمن الداخلي المتعلق بأمن المعلومات والأنشطة الهدامة بالنسبة للليبيين، وأيضا تعلق الضرر بجهاز الأمن الخارجي الذي قوّق فيما بعد إلى جهاز المخابرات العامة. منظومة الأمن القومي استهدفت وفرقت من محتواها وأصبح قيادتها من الشباب الغير محصنين والقادرين على استيعابهم من قبل السفراء والقناصر الأجانب. معظم الشباب قيادات هذه المؤسسات من المدنيين هم غير مؤهلين وغير مؤطرين، ولم يتم تطويرهم من خلال دورات او من خلال مؤسسات امنيه ترفع وتضع لهم الجرعه الامنيه التي تعطيهم المناعه وتضع الدوله كهدف استراتيجي، بل ما نراهم هي اغلب جلساتهم في الاستراحات وفي المرابيع الخاصه وهم يتناولون شيشه الارجيله والاكل والطعام في منظر يعطي دلالات واضحه وفاضحة على الشخص الأمني الكبير الذي أصاب منظومة الأمن القومي. وبالتالي الأثنان كما يقال يخدمان على بعضهم، السياسي يخدم على الأمن والأمن يخدم على السياسي، لكن تغول وخروج هذه الميليشيات وأصبحت الوزارات الواقعة ضمن إطار ونفوذ تشكيل معين أصبح يتغذى على الميزانيات من ما يعرف بالجذب الثاني الجذب التسييري. هذا عرقل قيام الدولة وعرقل هيكلة القطاع الأمن بحيث يكون سيكيورتي سيكتور ريفورم أو الاس ار حسب ما عمل عليه المجتمع الدولي في بعض من الدول. الحقيقة المجتمع الدولي تخلى عن مسؤولياته، لم يقوم بالدعم الصحيح ولم يساعد الليبيين، بل المجتمع الدولي إذا صح التعبير أنا أتهمه بإدارة الأزمة لصالح
مصالح جيوسياسية لهذه الدول التي جعلت من ليبيا ككيان هش وتقاد من أناس غير مؤطرين وغير مجهزين، وضعوا وتم تجنيدهم للأسف أقولها بكل صراحة بالنسبة للخارج، لأن أعمالهم تشفي بذلك. لا أتصور بأن مسؤولين في قطاعات أو وزارات يتم اجتماعهم مع رؤساء دول ووزراء خارجية وقادة أجهزة مخابرات إن لم يكن هناك اختراق أمني صريح وواضح وصل إلى مخ الدولة، وصل إلى النخاع الشوكي، وصل إلى الدي إن إيه خاص بالدولة وشخص الدولة. إذا هذه النقاط الأساسية أتصور بأن في المرحلة القادمة مرحلة التأسيس أن تضع ليبيا كخريطة وأن تقوم بالأجهزة الأمنية وأن توضع طبقا للمعايير. لا نريد إحنا المجتمع الليبي أن يجتمع مجتمع بوليسي أو مجتمع عسكري، ولكن هناك نسب لا تتجاوز 2% ولا تتجاوز 1.5% لكل 500 مواطن أو لكل 1000 مواطن يوجد فرد من الأمن. هذه المعايير التي بنيت عليها المؤسسات الأمنية. أنا أدرك بأن الحديث في مرحلة الانتقال هو صعب، لكن يحتاج إلى إرادة وطنية، ويحتاج قبل الإرادة الوطنية يحتاج إلى المسؤول عن هذه الإشكاليات أن يضعوا جميعا مصلحة ليبيا العليا التي تم التخريب فيها، وأن نضع خريطة لعملية الانتقال، وأن تؤسس مؤسسات أمنية طبقا لرؤية وطنية، تضع قيادات وطنية تلتفت وعقيدة الأمن القومي، وبعض الدول تسميها فلسفة وعقيدة الأمن الوطني. إذا هذه النقاط أتصور بأنها مفيدة، من الممكن أن تساهم من خلال هذه الحصة أو من خلال هذه الجلسة الحوارية من خلال قراءة الموفرة أن تضع الخلل وتشرح الخلل وتضع أيضا الحلول. نعم. طيب ابقى معي سيد فيصل، أذهب للدكتور خالد الكديكي. يعني هل يمكن اعتبار ظهور الملوك الصغار في المؤسسات السيادية نتاجا طبيعيا للفشل أو لفشل النظام السياسي الليبي في إدارة السلطة، أم هو برأيك انعكاس لخلل عميق في توازن القوى بين مختلف مؤسسات الدولة، وهل هناك علاج لهذه المعضلة؟ المؤشرات اللي موجودة الآن هو كما أشارت حتى تقارير الأمم المتحدة، وجود ملوك ووجود مليونير جدد في ليبيا، يولد مليونير جديد كل 10 أيام، أرقام كبيرة جدا تضخمت لدى بعض الشخصيات الكبيرة جدا. هذا نتيجة لبعض السيطرات على المؤسسات الدولة وامتلاك السلطة. وكما أشار الآن لتحليل كل الموجودين أن نحن في منظومة غير مستقرة ومنظومة غير قانونية ومنظومة غير مسيطر عليها من أجهزة الدولة، سواء من الحكومة الموجودة أو من مجلس الدولة أو من البرلمان أو كل الحكومات الموجودة، هي غير مسيطرة على مؤسسات الدولة. إذا تلاعب كبير جدا، فساد كوربشن موجود في الإدارات الليبية، العديد من الاختراقات الأمنية، هناك وجود بعض الأموال التي تصرف في غير محلها، الإنفاق العام الكبير جدا. يعني بصراحة لا يوصف المشهد الليبي، غير قادرين على تحليلها، سواء كان تحليل اقتصادي أو استثماري أو أي شيء في الإنفاق العام أو حسابات الختامية للدولة. الدولة الليبية لم تقفل حساباتها الختامية حتى هذه اللحظة، لا يوجد صورة واضحة للميزانية العامة للدولة، لا يوجد ميزانيات، يعني طرق الإنفاق غير واضحة. طبعا نحن نشاهد هذا المشهد بشكل كبير جدا ومتكرر، يعني يؤثر على الاقتصاد الليبي. وانت عارفة ما يمر به المواطن الليبي الآن من عدم وجود سيولة وأموال، ووجود يعني ارتفاع كبير في سعر الصرف الأجنبي. هذه كل مؤشرات خطيرة جدا تؤدي بنا إلى الإفلاس قد نكون، ونحن بعيدين يعني كل البعد، ولكن هذه المؤشرات تذهب بنا إلى الأبعد. يعني طبعا ما ذكرته حضرتك إن هل يمكن معالجة هذا الأمر، طبعا أنا وكما ذكر الموجودين مع حضرتك هي خريطة واضحة، ولسنا الدولة الوحيدة التي وقعت في مثل هذه الأزمات، كثير من الدول تعاني في هذه الأزمات السياسية، ولكن
نحن الليبيين عندما نذهب إلى الاستقرار ووضع حكومة تظهر هذه المختنقات، سواء اللعب بورقة النفط أو اللعب بتغيير الحكومة أو تغيير المبعوث الدولي للأموي أو اللحاقات المختلفة التي تؤثر على استقرار الدولة. نحن نأمل طبعا وجود قوى أمنية تحرك بعض القطاعات السيادية والاستفادة من وجود بعض الأشخاص والقوى الأمنية التي تحمي هذه المؤسسات، يعني تشاهد اختطاف، إخفاء قسري، يعني كثير من الأشياء مرتبكة ومتراكبة في الدولة الليبية. طبعا احنا اقتصاديا لا نقدر ان نحلل المشهد الليبي اقتصاديا، الى اين نذهب وانحنياته في وجود هذه الظروف السياسيه. طبعا لابد ان يكون المشهد حاليا الوحيد او الحل الوحيد هو وضع الانتخابات امام الطريق الليبيين وتغيير المؤسسات السياديه. طيب بالحديث عن المؤسسات السياديه، نعم دكتور قمع، منظومه الحكومه. نعم طيب اشكرك. اذهب لدكتور عبد الباسط المصراتي. يعني يرى كثيرون اليوم ان حكومه الوحده الوطنيه فقدت الكثير من بريقها وقدرتها على المبادره بعد خلافها مع المحافظ، بينما اصبحت صوره القياده العامه اكثر ايجابيه. هل ترى ان هذا الامر مرحلي ام ان المحافظ بلغ مرحله يستحيل معها العوده، ما يعني ان نشهد ربما تغيير قريب ما دام التمويل اصبح ممتنعا وربما مستحيلا؟ سيادة الحكومة على الجانب التنفيذي يعني تمتلك الجانب السياسي وتملك الشرعية الدولية اللي هي تتماهى وأصبحت تتقاذفها بين يمين وشمال. يختلف أن المنطقة الشرقية تحت الحديد والنار وتمتلك القوة والنفوذ وتمتلك الدعم. لا وصل أنا في الفيلق الروسي اللي يتكلم عنه بداية ليبيا وجسر عبورة لغاية أريتريا، الحركات المسلحة، الدعم للسودان إلى غير ذلك. أنا لا أريد أن أتطرق على الاستراتيجية العسكرية. حكومة الوحدة الوطنية أول ما حوربت وأتت بنصاب كامل 132 صوت مع امتناع 2 على التصويت، وحجبت عليها الثقة بعد قفل الميزانية عنها ومنعت من السفر إلى المنطقة الشرقية وكذلك الجنوبية. الآن تبحث على بصيص الأمل إلى حد ما، وهو الاعتراف الدولي، لأن الكل يتمترس وراء هذا الاعتراف الدولي وكذلك الإقليمي، وأصبحت تتقاذف بين هذا وذاك. ماذا عساها أن تفعل وهي لا تمتلك القوة مثل ما تمتلك المنطقة الشرقية تحت السيطرة والحديد والنار وكذلك الجنوبية؟ الحديد والنار، يعني هل تريدين الآن حكومة الوحدة الوطنية حتى في متغيرات الجغرافيا بما يسمى الديموغرافيا السياسية أو الجغرافيا السياسية أصبحت تتشكل لوحدها؟ يعني أليس ذلك من العمل السياسي الذي يقوم به المجلس التشريعي بما يسمى البرلمان وعلى رأسه عقيلة صالح؟ يعني عند نريد تواريخ منذ متى استقرت حكومة الوحدة الوطنية أو الحكومات الثمانية المتعاقبة لم تستقر أستاذ إيمان. لماذا؟ لأن هناك خطط وهناك استراتيجية واضحة المعالم وملموس من يدير اللعبة. طيب كيف ستتعامل اليوم، أتحدث عن حكومة الوحدة، كيف ستتعامل في ظل غياب الدعم المالي؟ لا يوجد تعامل، لأن هي ليست طرف أستاذة إيمان، هي ليست طرف، هي من ضمن هؤلاء الذين تتقاذفهم المياه. يعني حكومة تنفيذية أمامها مجلس تشريعي، أمامها مؤسسات دولية إقليمية، هم باقي معترفين بها لضبط الإيقاع والتوازن بين المنطقة الشرقية وكذلك الغربية. يعني هي حكومة تسييرية إلى حد ما، مثل حكومة حماد. هل تحمل الصفة التشريعية القانونية الدولية من المجتمع الدولي الإقليمي؟ لا أبدا، مع العلم أن الآن تتقاسم بينهم الميزانية فيما بينهم، وهذه لعبة المصرف ليبيا المركزي ومحافظ مصرف ليبيا المركزي. من الذي صنعها؟ من الذي خلقها؟ أليس مجلس النواب؟
وهذه هي الحقيقة، يعني ما دعسها أن تفعل، ما دعسها أن تفعل، وهي ضعيفة مثل الحكومات المتسابقة أو المتعاقبة التي أتت إلى البلد، وأصبحنا كل يوم ندخل من نفق إلى أنفاق، وهذا ما هو مبين في المجمل والعوام. أشكرك دكتور عبد الباسط المصراتي، أشكر جزيل الشكر على كل هذه المعلومات والإيضاحات، الأكاديمي والمحلل السياسي. الشكر موصول للدكتور عبد الجليل معيوف، مستشار سابق للمؤسسة الوطنية للنفط، أيضا سالم بخزام الكاتب الصحفي، وأيضا فيصل برايقة المحلل السياسي. أشكركم جزيل الشكر. في ختام مشاهدينا، زوروا موقعنا الوسط.ly، ابقوا بخير.